كيف حالكم شباب؟ معكم يوسف رزق، واليوم حنتكلم عن تاريخ لعبة كراش بانديكوت. بس قبل ما أبدأ أبغاكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد من عالم بلاي ستيشن. كراش بانديكوت لعبناها لأول مرة على شاشاتنا في سنة 1996 اللي طورها أندي جيفن وجيسون روبن، واستمرت عشان تصير رمز من رموز لألعاب التسعينات. تم تطوير أول لعبة كراش بواسطة نوتي دوغ تحت يونيفرسال انتراكتيف ستوديوز ونشر شركة سوني، وكانت اللعبة سبب من الأسباب اللي حول عالم الألعاب من ألعاب ثنائية أبعاد إلى ثلاثية أبعاد. الآن الثلاثية الأصلية وسيتي آر. في مغامرة الأولى هرب كراش من الدكتورة المجنون نيو كورتكس اللي غيره وحاول غسل دماغه. ينطلق كراش في البرية في جزيرة إنسانتي، وينطلق عشان ينقذ صديقته تونا اللي حتكون الضحية الثانية لكورتكس. يكسر الصناديق ويجمع فاكهة الومبا مع صديقه القناع السحري أكو أكو، يساعده في طريقه للعالم المجنون. بعد نجاح اللعبة الأولى أصدرت نوتي دوغ إصدار كراش بانديكوت كورتكس سترايكس باك بعد سنة واحدة بس في عام 1997، وتم القبض عليه وغسل دماغه من قبل الدكتور نيو كورتكس تاني. بعدين تدخل كوكو أخت كراش في عالم اللعبة عشان تساعده يرجع لطبيعته، أو على الأقل تحاول ترجعه لجنانه الطبيعي. حققت اللعبة نجاح مالي، فالاستوديو قرر ينزل الإصدار الثالث بعد عدة سنوات، فنزلوا كراش بانديكوت وورد في سنة 1998. بس هذه المرة اللعبة جات بكثير من الميزات الجديدة. صرنا نشوف كوكو أكثر في اللعبة ونقدر نلعب بالشخصية، وتقدم لنا أخو أكو أكو الشرير اللي هو أوكا أوكا. وللسنة الرابعة على التوالي أصدر نوتي دوغ لعبة كراش جديدة، بس هذه المرة حيتوجه هو وطاقمه لمضمار السباق، واللعبة اسمها كراش تيم ريسينج اللي صدرت عام 1999، وهي صراحة لعبة مميزة حتى يومنا هذا، تبرز الجانب التنافسي حتى في أقرب الأصحاب. والآن حنتكلم عن الأجزاء الجانبية. بينما كانت السلسلة ناجحة غادر نوتي دوغ يونيفرسال انتراكتيف ستوديوز بعد إصدار كراش تيم ريسينج، تارك للاستوديوهات الثانية انها تتدخل في السلسلة في محاولة البني على نجاح ومجد الثلاثية الأصلية. وتم إصدار ألعاب كراش تانية بما في ذلك يعني ألعاب الحفلات زي كراش باش، وفي أجزاء كانت بتحاول تضيف للسلسلة الأصلية. في سنة 2001 تم إصدار Wrath of Cortex بواسطة Traveler's Tales لبلايستيشن 2، في حين أن اللعبة كان لها لحظاتها الممتعة، بس اللعبة اكتسبت ردود فعل متباينة من المشجعين والنقاد. بعدها نزل إصدار اسمه Twin Sanity في عام 2004، واللي برضو حصل كمان على مراجعات مختلطة. الألعاب اللي بعدها زي Crash of the Titans و Crash Mind Over Mutant خلت اللعبة تأخذ بريك طويل في عام 2008 إلى أن تم إصدار النسخة المحسنة. بعد استراحة لمدة 9 سنوات عادت كراش مع Insane Trilogy في عام 2017، وهي مجموعة معدلة من الألعاب الأصلية الثلاثة الأولى اللي طورتها Vicarious Visions ونشرتها Activision. جات ورجعت الحنين معاها، والرسومات اللي تم تحسينها بشكل كبير. الثلاثية حصلت على مراجعات إيجابية، وفي نفس الوقت كمان حصلت كراش تيم ريسينج على عملية تجميل خاصة بيها، بحيث انه برضو رجعت اللاعبين للسباقات مع كراش تيم ريسينج نايترو فيولد. والآن مع كراش بانديكوت 4 It's About Time، مع الإعلان الأخير عن كراش بانديكوت 4 احنا مستعدين لبعض المغامرات الجديدة كليا، ولكن في نفس الوقت اللعبة تمسكت ببعض الأساسيات من السلسلة الأصلية. هنكسر برضو صناديق كثيرة، وضح لنا إعلان اللعبة الدعائي أو التريلر ببعض الحركات والمواقع الجديدة، وكمان اثنين من الأقنعة الجداد، واحد يسمح لك بتحدي الفيزياء والمشي على السقف، بينما الثاني يبطئ الوقت لفترة قصيرة من الزمن. في حين برضو لا يزال بإمكان كراش وكوكا يعملوا سلايد أو يتزحلقوا، وإنهم ينطوا مرتين ورا بعض والبادي سلام. كمان أضافوا دي المرة إضافات جديدة زي إنهم يقدروا يتمرجحوا بالحبال ويتزحلقوا على غصون الشجر. هناك مراحل جديدة في كل مكان، من شاطئ القراصنة إلى مدينة في السماء وشعاب مرجانية تحت الموية. ودكتور نيو كورتكس اللي تم نفيه للماضي واضح من التريلر إنه تقدر تلعب به بشكل مختلف عن البقية. اللعبة تم تطويرها بواسطة Toys for Bob ونشرها عن طريق Activision Blizzard، ومن المقرر إنه اللعبة تنزل على جهاز PlayStation 4 في 2 أكتوبر 2020. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد من عالم بلاي ستيشن. كان معاكم يوسف رزق، مع السلامة.
PlayStation.